السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا هنايا في جبال بني زنزان، بالضبط في دوار بني ميمون. اليوم غادي نجيب لكم واحد الفيديو جديد ماشي عادي، فيه بعض المغامرات والمتعة والنشاط وأجواء ممتعة، وهو ديال القنص ديال الخنازير الحلوف. يعني موسم ديالهم هذا النهار، هو دائما كيديروا هذا الموسم، كل عام كيديروه كينظموا فيه كيحاربوا فيه هذا الحلوف، هذا الخنزير، لان كيضيع بزاف ديال الفلاحه للساكنه، كما مما تشكاو هما هاد الساكنه، هما تشكاو الجمعيات مما، ولهذا غادي تعيشوا معنا الاجواء ديال هذا اليوم ديال القنص، وتعطيونا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم. واللي ما مشاركش في القناه لأول مرة شاهد الفيديو يشارك في القناة وباش يوصلكم ديما الجديد إن شاء الله، وما تنساوش الضغط على اللايك. مع السلامة، خليكم مع الفيديو من الأول حتى التالي. السلام عليكم. كما تشوفوا هنايا هذه جميع القناصة كيتجمعوا في هذا الدوار هنا، الدوار ديال بني ميمون. هنايا كتنطلق المرحلة الأولى الجبال، هنا اللي كيضبطوا الأمور ديالهم هنايا، وكيديروا يقسموا لي بوست، يعني المواقع كل واحد فين الموقع ديالو، فين غادي يعطيوه له، كيرتبوا. والكلاب ديال الحياحه كما تشوفوا هنايا، الحياحه هادو هما اللي غادي يحيحوا من الجبال، غادي يهودوا في الجبال على رجليهم كيمشيو يحيحوا باش يهودوا الحلوف، يهودوا اللوان. غادي يمشيو ينطلقوا بواحد الجهه، والقناصه كيكونوا اون فاس الحياحه. كما تشوفوا هادو هما الكلاب ديالهم اختصاصيين في الخنزير. اما هنا كما تشوفوا هنا كتم عمليه القرعه، كل قناص كيدير البوز ديالو، يعني النمره ديالو فين غادي يجلس، يعني كل واحد يشد النمره ديالو، كاين من نمره واحد حتى العدد مش عارف، كاين من قناص 20 ولا 25، كل واحد يشد البوز ديالو كما كتشوفوا. ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كما تلاحظوا هنايا بعض التعليمات من عند المسؤولين عن المياه والغابات، يعطيوهم القناصه قبل ما ينطلقوا للقنص. بعض التعليمات اللي كيعطيهم المسؤولين عن الغابات، هذا كيعطيهم القناص هنايا من ينطلقوا للقنص. على بركة الله هنا كينطلقوا، هنايا الطوموبيلات القناصة غادي يمشيو لواحد الاتجاه. أما كما يسمى الحياحة، الحياحة كيمشيو على رجليهم واحد 5 كيلومتر ولا، هما اللي غادي يخرجوا دوك الحلوف. كيكون ناعس، لان كيكون ناعس في النهار، وفي الليل كيفيق، هو عنده كيضيع الفلاحه في الليل. في النهار كيكون ناعس، خص القناصه هنايا غادي يمشيو، كل واحد يقبض البوستالو، كل واحد يعطيو له النمره ديالو فين يجلس. اما الحياحه غادي يجيو بواحد الاتجاه اخر، غادي يجيو واحد غير 30 ولا 20 واحد، كيجيو بالكلاب معاهم الكلاب، لان الكلاب هما اللي اختصاصيين في هذا الشيء هذا. غادي يبداو يحيحوا في الجبال، وداك الحلوف غادي ينوض ويهود الواد، ومن يهود كيكونوا القناصه وفاس ليهم، كل واحد في البوز ديالو، لان ما عنده فين يهرب كما غادي تشوفوا في العمليه. سكيت صوره خيوة، صحيت لافامي، صحيت حفيدك. كما شفتوا هنايا كل واحد المسؤول على الجمعيه كيعطي البوست للقناص فين غادي يجلس، ويجلسوا في الجبال الفوق. الدار تاعو هو هذا دار، وحنا كنسيدو على حسب الشكايات تاع السكينه، عندهم الضرر، يعني السكينة هما اللي كيشكو لكم. ايوا السكينه كيديروا له الشكايه للسيد قايد، السيد قايد كيصيفطها للاداره تاع المياه والغابات، يعني المياه والغابات كتصب الجمعيه تاع القناصه وكيعطوها الاحاشه. كديه خصو ينقص، عندهم واحد العدد خصو ينقص، هذيك الرائد تاع المياه والغابات هي اللي كتعطي ذاك، خص واحد العدد يموت، خصو يتقتل. لا ملويه كثر، ياك لا ملويه كثر، لا في الغابه شويه، هو دايما ملويه والفلم والجنانات مذاق بوشاقور موجود، هذا موجود تما، موجود هنا تما، ممنوع الصيد الا الشكايات.
هنا كيدارو شويه مع القناصه كل مره كينقص. هنا كينقص في الجبل ما كيجمعش بزاف. واه كينقص. ولكن ملويه كيجمع بزاف يمكن. كيجمع وثما المعيشه ويديرو عنده فين يمنع. هنا الغابه لا. كيحوزوا هذا يحوزوا عند هذا هذا وكيبان في الساعه كيتحصى ويعرفوا حتى شحال كاين تاع العادات. هنايا حي حا غادي يجيو واحد الاتجاه اونفاس ليهم من الجبال غادي يهودوا الحلو فيهودوا الواد والقناصه كيكونوا شادين لي بوست ديالهم كل واحد والبوست ديالو في الجبال الفوق لان ما يهودوش لتحت وكيكون واحد التباعد بيناتهم باش ما يكونش واحد يشكل واحد الخطر على القناصه لان كيكونوا يضربوا بالقرطاس ما يكونش اونفاس ليه القناص الاخر كيكون على الجناب كلشي يكون على الجناب كما تشوفوا هنايا هنايا كتمشي واحد المجموعه وكل واحد فين غادي يتمركز كل قناص غادي يطلع للبوز ديالو زوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا والحلوف غادي من يهود كيهود لتحت كيهود للواد لأن الحية حرام غادي يجي واحد من بعد واحد تقريبا واحد نص ساعة ولا 40 دقيقة غادي يوصلوا لأن راهم جايين واحد 5 كيلو 3 كيلو على رجلهم في الجبال غادي تشوفوا هنا حنا مازال مسؤولين كيعطي لي بوست للقناصة واحد من البوست ديالو هنايا كل واحد من المراه ديالو فين يمشي واو دارو شويه من صحاب الدوار هما اللي يديروا العشاء ولا لا حنا هما كيتكلفوا غير بالمسخه ياك وحنا كنصرفوا لهم نتوما دركوا الجمعيه جمعيه هذه جمعيه تاع المحميه المحميه واه بلي بويعلى بلي بويعلى بلي بويعلى واه جمعيه تاع بني بويعلى هي اللي هذه بني ميمون بني ميمون هذه هي بني ميمون يعني من الهيمن جيتو حتى لهنا بني ميمون بني ميمون لهنا شويه تبدي بني ميمون ومن ثم لهذيك بني بويعلى مشات حتى تلاصق قول معايا جداي واه واه طرح 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 من كل وادي هود يمكن وادرك حنايا راهم تلاقي جويدان هذا السي ايمن من ابرز القناصين في المجموعه كيما كتشوفوا هنايا راه شاد البوست ديالو هنايا حتى هو فوق الجبل قبل ما يوصلوا غادي يوصلوا الحياحه مازال عاد غادي يتسنى وكيرقم من بعيد كيحضي راسو كيهو يحضر الحلوه مي غادي يهود من الجبل كما راكم تشوفوا هنايا كما راكم تسمعوا الحياحة هنايا هاوك هاوك راه تبعوا الكلب ضروا من هنا المدير ضروا من هنا كما تشوفوا هما شدوه هنا الكلاب هيا ما يهربش شدوه الكلاب اوكي راهم يديروا له الكلاب ولا تشوفوا القناص ايمن هو اللي قتل هذا هذا اللي كان تابعه من الفوق كما كتشوفوا هاي ولي 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 اي حي ولي درش نصوروا لان صعيب باش تبعوا الحلوف في الغابه وهذا ما تقدرش ما عندناش كيفاش نديروا نقدروا نصوروا انتوما شوف واش بالنسبه للضرب الضرب كون هاني انا ما عندكوش التنواه كاع واش هادو شفتها هذا الحلوف هذا ويك راه كان طايح تكون غير خليته هاك الواغش الحياه راه ما حكتش راه زوج اللي ركبت فيه امون زرق امون تريكو زرق
هذاك اللي مني واش دارناش انت عشقا كاين غير هاتي علاش انا قلت لك شي واحد وها راه يجري الكروس لا والله الا مصيبه كي انا رايك ما هناش انا اعرف نعرف اصلا واه كبر اللحيه ودني فوق مين جا راه جا ها جاني من هنا انا ها فين ضربت وطيح انا ماشي على الحلو على البال درك انا يمين غادي يجي يحلو هكا ونضرب هاك اخت لانقيس ما تضربش هاك ضرب اوف كنا نضربوا حنا اللي يجي منا اما اللي يجي منا ما غادي نضربوا حنا في الاول مين درنا ليه فوز واش درنا في ليه واش درنا في الحقيقه اللحيه هكا انا ومن نتمنى يكون عجبكم الفيديو عشتم معنا لحظات وفيديو اخر ان شاء الله كما تشوفوا هنا من بعد النهايه ديال هذا القمص هذا يديروا القناصه هما اللي كيجمعوا الفلوس بيناتهم وكيعطيو للدوار كيطيبوا لهم وكيديروا واحد الغداء تما بيناتهم والقناصه واللي جا كياكل ماشي غير القناصه ولا المسؤولين اللي فاتوا تما راه ياكلوا والخير موجود هنا كما كنشوفوا هنايا ونتمنى يكون عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه فيديو جديد ان شاء الله ان الصراحه كيقوموا بهذه الجزئيه زعما مبادره يعني طيبه زعما وكيديروا المجهودات ديالهم باش يحاربوا هذا الخنزير البري هذا لان مساكين ضيع الفلاحه بزاف الدواور تما اللي عنده شي فلاحه ارض غير صغيره كيدير فيها شي فلاحه وكيجي يضيع حاله في الليل ما يخلي له فيها والو زعما راه ما يديروا واحد العمل اللي ما يديروا الصراحه وكيغامروا بالحياه ديالهم وكيسمحوا بوليداتهم ويجيو يغامروا هنا في الغابات باش يقضيو على هذا الخنزير هذا وتقريبا راه قتلوا تقريبا شي 16 واحد اللي قتلوا هذه الصبحيه هذا ومازال غادي يحاربوا مازال كل مره غادي يحاربوا فرفر